شاب أمريكي جاء مع أسرته إلى المدينة المنورة، والده أستاذ جامعة الطيبة وأمه استشارية في أمراض القلب. جاءوا إلى المدينة بنية المجاورة، وتركوا خلفهم منصبا ومكانة ومالا من أجل الاستقرار والقرار في المدينة المنورة. لما قدموا إلى المدينة كان عبد الله صغير السن، أم عبد الله كانت لها عناية بحفظ القرآن الكريم، وهي علمت أن تحفيظ أبنائها القرآن الكريم هو أفضل ما يمكن أن يكون في مسيرة التربية والتعليم، فاجتهدت في هذا الطريق تحفيظ القرآن الكريم، وحصل لها التوفيق في هذا الطريق، فحفظ عبد الله القرآن الكريم وحفظت بناتها. هي عندها 5 أولاد، 3 بنات و2 ولدين. البنات وعبد الله حفظوا في حياتها. عبد الله حفظ القرآن الكريم وكان صغيرا في السن، في سن 10. أرسلته إلى المقارئ القرآنية في المسجد النبوي عندنا في حلقة الإقراء. لما حضر أحضره أحد الإخوة وقال: هذا عبد الله أتم الختم ويريد أن يقرأ عليك، وأمه تريد أن ينضم إلى الحلقة. اعتذرت منه لصغر سنه ولأن الحلقة مزدحمة بالطلاب. عبد الله أصبح يأتي كل يوم، والمشكلة أنه كان يجلس أمامي ويأتي بعد صلاة العصر والحلقة بعد المغرب، فكان ينتظر الحلقة إلى أن يحل موعدها ثم يجلس في مكان لا يمكن إلا أن يكون نظري إليه، فأنا أنظر إليه وهو لا يقرأ، ولم نسمح له بالقراءة. قلت له مرة، جلس شهر شهرين، قلت له: لن تقرأ، لأن هذه الحلقة مخصصة لمجموعة من الطلاب نحن نختارهم. قال: أنا لا أريد أن أقرأ، لكن أريد أن أحضر، هل ممنوع أن أحضر وأستمع القرآن الكريم؟ قلت له: لا. جلس على هذه الطريقة أشهر. في مرة من المرات أخذت إجازة وسافرت، وجدت عبد الله بعد ذا سافرت. عبد الله أخبروني الذين كانوا يجلسون في مكان الحلقة أنه كل يوم يأتي في مكان الحلقة، أخبروه أن الشيخ مسافر، وقالوا له: ربما يأتي بعد شهر، فأنت لا تكلف نفسك. فقال: سأظل آتي إلى هذا المكان وآتي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. رأيت في هذه الكلمة، أخبروني بهذا الكلام، فرأيت أن في كلامه هذا استجلاب للنصرة من الله تعالى في محاولاته المتكررة في هذا الطريق. ونحن نعلم علم اليقين، وكما ذكرت في بعض هذه الحلقة، أن من يسأل الله التوفيق والإعانة في طريق القرآن ويكون بنية خالصة فإنه يحقق المراد. أنا لم أكن أعلم عن هذه التفاصيل، جئت بعد السفر. في العادة أخبر الطلاب أني موجود اليوم، لم أخبرهم في ذلك اليوم، ذهبت قلت الموجود يقرأ، وإذا لم يجد أحد نجلس في الحرم. فأتيت للحلقة فلم أجد أحد إلا عبد الله، وجدته جالس وأنا جالس، فقلت في نفسي: وجبت ولا عذر. قلت له: تعال تبدأ تقرأ. أخبروني بالقصة بعد ذلك. طبعا بدأ يقرأ، كان مستوى ضعيف جدا، لكن وجدت في نفسي محبة له لا أدري ما سببها. فعرفت بعد ما سمعت ما كان قاله من الكلام أنه كما ذكرت قد استجلب النصر من الله في هذه المحاولات، وأن الله قد استجاب دعاه، فصار هذا الشاب أو هذا الطفل الذي قد منع من القراءة صار الآن محل الاحترام والتقدير، مع أنه مستواه لا زال ضعيف، لكن أحسست بنفسي أني مسؤول عنه. لا أدري ما هو السبب، لكن بعد ذلك عرفت أن السبب كما قالوا، قال: قلب من أعرضت عنه، أو قلب من أعرضت من ذهبت إليه في يد من أعرضت عنه. فالله عز وجل هو اللي يملك القلوب، فيجعلك تحب ويجعلك تكره. دخل في نظام الحلقة وبدأ يقرأ، بدأ يتحسن تحسن ملحوظ. مرة غاب عن الحلقة واختفى 5 أيام، سألنا عنه ما في خبر. لما جاء بعد 5 أيام سألته: أين كنت؟ قال: ماتت أمي، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن إليه راجعون، لماذا لم تخبرنا؟ قال: والله لا أدري. لكن في الحقيقة مجموعة من الدروس، أهمها أنه لم يتوقف عن القرآن الكريم، وأنه مع هذه المصيبة الكبيرة التي حلت به، ومع وفاة أمه التي كانت هي السند وهي الذي يقف خلف كل إنجازاته القرآنية، اختفت من المشهد فجأة. ثم إن عبد الله أكبر الأولاد،
كيف سيتعامل مع الموقف. كان تعامل مع الموقف عجيب. أولا أنه لم ينقطع عن الدرس، جاء فورا. سألت والده، زارني والده، سألته عن وفاة أمي، قال ماتت أم عبد الله، كانت مريضة مرض مفاجئ وبشكل تدريجي حتى حانت ساعة الوفاة. والعجيب أنها دعت أولادها قبل الوفاة وقالت لهم أنا الآن أغادر وأموت، أوصيكم بالقرآن، إذا تريدون الفلاح فهو في القرآن، وإذا تريدون التوفيق فهو في القرآن، وإذا تريدون فرحتي وسعادتي فامشوا في طريق القرآن. قبلتهم واحد واحد ثم ماتت. قال والده جلست أبكي كالطفل حزنا على وفاتها، كان يحبها جدا. قال وعبد الله يمسك يضمني إلى صدره الطفل ويقبل رأسه ويقول يا والدي اتق الله، ألا تقرأ كلام الله والذين إذا أصابتهم مصيبة. قال أنا الطفل وهو الرجل الكبير، كان المفروض العكس ولكن التثبيت حصل منه. فعرفنا أن القرآن الذي يحمله في صدره هو الذي أعطاه هذه القوة وهذا الثبات في مثل هذا الموقف الذي لم يتحمله الرجال الكبار. وهذا القرآن هو الذي جعله يعود مرة أخرى إلى الحلقة، وهذا القرآن هو الذي جعله يتولى المسؤولية. عرفنا بعد ذلك أنه كان هو الذي يساعد أخوانه ويساعدهم ويرعاهم وربما يأتي بالأكل لهم. لا يمكن أن يتحمل إنسان هذه الأعباء وهذه التكاليف النفسية القلبية والمادية إلا بثبات القرآن. ومن هنا نقول أن القرآن هو الصديق الوفي الذي لا يتخلى عنك في كل لحظة، ليس في كل وقت، في كل لحظة، بشرط أن تكون معه وفاء بوفاء. ونعني بوفائك مع القرآن أن تكون نيتك صحيحة وأن تعمل بهذا القرآن. عبد الله أكمل المسيرة، يتيم لا أحد يرعاه في البيت ومع ذلك مواظب على الحلقة، يأتي في الوقت. ونلاحظ مظاهر فقدان الأم في الثوب اللي يحتاج، في الشماغ اللي مرة يجي ومرة ما يجي، في طريقة اللبس، في، لكن كان القرآن يجمله في كل هذه الأحوال. مرة جاءني قال رأيت أمي في المنام وأني سألتها أين أنت، قالت أنا في الجنة ونحن في الجنة رأينا منازل كبيرة وفخمة كقصور، كالذي يسكن في بيت وينظر لقصور أهل الدنيا. وسألنا لمن هذه القصور، فقالوا لأبنائكم الذين يحفظون القرآن إذا عملوا به. يا عبد الله إذا تريد سعادتي أنا رأيت الحقيقة، هي تقول له أنا رأيت الحقيقة، the truth حتى بالإنجليزي، إذا أنت تريد سعادتي وسعادة نفسك فامشي في طريق القرآن. ولهذا من أعجب القصص قصة عبد الله في كل تفاصيلها. ومن هذا العجب أن نرى إنسان يعمل في الدنيا حتى يسعد أمه في قبرها. جرت العادة أن الإنسان ينسون الأموات، وإن ذكرهم يذكرهم بالدعاء، لكن أن أجعل عملي اليومي حتى أدخل السعادة على أمي في قبرها هذا عجب. وهي بالحقيقة بركة هذا القرآن، أدركت هذه الأم المربية التي خرجت الأمة مثل هذا القارئ المتقن الذي خلال الشهرين الماضيين أسلم على يده 3 أو 4 وأرسل لي صور إسلامي. هذه الأم أدركتها بركة القرآن وهي في قبرها بأن سخر الله لها ابنا ليس فقط يستغفر الله ويدعو، وإنما يكون هدف من أهدافه اليومية أن يسعدها. كما أن بركة القرآن أدركت هذا الشاب وصلحت حاله وسعادت قلبه وتحسنت أموره، وكأنه يعيش مع أمه. في الحقيقة أمه إذا احتاج إلى رأيها تأتي في المنام، الله عز وجل جبر خاطر هذا الشاب بحيث أنه كأنه لم يفقد أمه، فإذا جاء بالرأي المهم تأتي وتشير عليه وربما اقترحت عليه. استمر عبد الله في هذه المسيرة تحفه بركات القرآن ويناله جلال القرآن ومكاسب القرآن، هذه المكاسب الفخمة والضخمة التي إلى هذه اللحظة وهي تعمرنا جميعا. تخرج قرأ ختمة ثم ختم ختمة ثانية ثم بدأ يسجل في المقالة القرآنية ختمة، حتى قال عن الشيخ الأخضر لا أعرف أحد أحسن أداء من هذا الشاب عبد الله محي الدين.